مكتب قيم الثقافية التي تحوي عدد من الكتب. عندما تم تأسيسها في حمص كانت تحوي قرابة 2600 كتاب إلى 2700 كتاب. تم إخراج 500 كتاب معنا إلى الشمال المحرر. سعينا لحتى يكون في عندنا عدد كتب أكبر بالإضافة إلى نوعيات أكثر. تم تهجير منطقة الجنوب لتنضم إلينا من المكتبة الدمشقية، كانت متواجدة هناك في جنوب دمشق. تحوي المكتبة على أكثر من 2500 كتاب متواجدين في المكتبة بشكل فعلي. بالنسبة لإعارة الكتاب، طبعا الإعارة المكتبي. مجانية. هاي هون كانت قاعدة كمبيوتر، هو محل ما إجا الصاروخ على برا. علاقة الكتاب إذا بالإنسان علاقة حميمية وعلاقة لصيقة. الآن في زمننا هذا عندما ظهرت المواقع الإلكترونية التي كانت تعنى التي تعنى بأمور الثقافية والكتب والمعلومات مع الكتب الورقية والاستعاض عنها بالكتب الإلكترونية، هذا بالنسبة لكثيرين أمر غير محبذ. ما زال الكتاب له دور أكبر، ما زالت المكتبة لها الدور الرائد، ما زال الناس يحنون إلى المكتبات، وهذه دعوة عامة من أجل مراودة المكتبات.